أسعد الله أوقاتكم متابعين قناة فلمون. إن شاء الله تعالى اليوم راح نكمل دروسنا وراح نتكلم بموضوع جدا بسيط اللي هو كان أو كود. كان هي أداة أو هو فعل مساعد ويعتبر من الأفعال المساعدة اللي تسمى auxiliary verb. تمام؟ طيب خلينا ناخذ التعريف وناخذ أمثلة علشان نفهم أكثر. طيب إذا عندي كان وعندي كود. يقولك the verb can and could are both helping verb, helping or auxiliary verb. Use can and could to talk about people's ability to do things. إذا تستخدم can للتعبير عن قدرة الناس أو قدرة الأشخاص. بمعنى أنا لما أقول I can play, أنا قادر على أن ألعب. إذا كان لها معنى وهذا المعنى بمعنى قادر. I can do this. بالمقابل تقول I can't do this. هنا I can بمعنى أنا قادر على أن أفعل هذا الشيء. عفواً. بالمقابل الثاني I can't تدل على I can't أنا لست قادر. تمام؟ Can and could are used with pronouns. هذه الأدوات الكان could تستخدم بجميع الضمائر من دون استثناء. تمام؟ جميع الضمائر سواء كانت مفردة أو جمع. Could is the past tense of the can. ببساطة إذا كان هي المضارع, could هو الماضي. إيش معنى الكلام؟ معناته I can do this, أنا قادر أن أفعله. أفعل الشيء ذا. I could do this. كان بمقدوري أن أفعل هذا الشيء. جميل. إذا شوف الفرق, هنا مضارعة هنا ماضي. إذا كان تدل على قدرة الشخص, قدرة الشخص and the ability to do things. تمام. طيب إذا كان إذا أتت, إذا زي ما قلنا أن you ضمير, إذا أتى الكان بعد هو الضمير, يعني هنا نقول you can. تمام. راح تكون أداة فعل مساعد. لكن إذا جاءت كان في البداية أو could وبعده ضميرا فكان كوّلنا سؤال, عملية المقص. تمام. عملية المقص. إذا can you help me, هل بإمكانك تساعدني؟ بالمقال لو أقول you can help me, تقدر تساعدني. شوف الفرق بينهم, هنا قاعد تسأل ممكن لو سمحت تساعدني. بالمقابل لو جبنا الضمير وحطيناه بالبداية تدل على أنه أنت قادر أنك تساعدني, بإمكانك تساعدني. جميل. هذه الفكرة. إذا كان هي تدل على هو فعل مساعد يدل على له معنى ويدل على قدرة الشخص. إذا كان بإمكانك تقول كان تدل على قدرة الشخص. إذا أردت أن تقول أنا قادر أو لدي القدرة فتستخدم كان للمضارعة, بالمقابل could لزمن الماضي. تمام. طيب طريقة النفي, طريقة النفي ببساطة تضيف not بعد can أو could, وإذا أردت أن تختصرهم بالشكل هذا can't couldn't. تمام. can أو couldn't. طيب نروح للفعل مساعد ثاني. فعل مساعد ثاني له خاصية برضو له معنى. اليوم راح ناخذ برضو may and might. May I might. يقولك may and might are helping or auxiliary verb. إذا يعتبرون من auxiliary verb, من عائلة auxiliary verb too. Use may to ask if you are allowed to do something. طبعا may تستخدم للبرستيج, من الأدب أنك تستخدم may, من اللباقة تستخدم may. يعني لو سمحت بالإمكان, يعني شوف هذا الطفل تقول للأم أو الطفل يقول may I watch television now. تمام.
ممكن أقدر أشوف ليش، لأنه هذا الشخص ما عنده السلطة القوية إنه على الأم، فلذلك استخدم مي. تمام، بالمقابل إذا كانت عندك سلطة قوية لكنه يعني من باب الاحترام إنك تقول can I watch TV now؟ جميل، خلينا نشوف يعني مثلا الزوج يحترم زوجته وزي كذا وزعلان منها، يقول can I watch TV now؟ ليش؟ لأنه تلقى الزوجة مثلا أو الأخت إلى آخره قاعد يزعجونه، فيقول can I watch TV now؟ بالمقابل if he said may I watch TV now، من اللباقة والأدب، ممكن أكمل يعني مشاهدة TV؟ فهنا الفرق. جميل، إذا كلمة may تستخدم للتعبير عن الأدب واللباقة وحسن يعني حسن استخدامها من يعني كثير من الأشخاص يستخدمها من أدب واللباقة. إذا may تدل على لو سمحت أو بالإمكان، هل بالإمكان هي هذا المضارعة، بالمقابل might للماضي. هنا ناخذ نشوف الجملة may I borrow your pen؟ هل بالإمكان إني أستعير يعني قلمك؟ تمام، الجملة الثانية you may come in، you may come in يعني واحد ضيف عند الباب تقول له بإمكانك تتفضل. جميل، إذا كلمة may تدل على بالإمكان، يعني تدل على أنك تسمح للشخص. بالمقابل you may go now، بإمكانك تتفضل now، يعني أنت مثلا مدير شركة، جاك أحد الموظفين وبدل ما تقول له تفضل خلاص يعني خلص الموضوع، تقول له you may go now. تمام، you may go now بمعنى أنه بإمكانك تتفضل الآن. جميل، إذا كلمة may لها أسلوب اللي هو زي ما قلنا انه اسلوب اللباقه، بالمقابل كان لا لديه القدره. اذا في فرق بين المعنيين كبير جدا. تمام، put your ايضا may تستخدم لجميع الضمائر وليس لضمير واحد، وايضا تستخدم المفرد والجمع. تمام، زي ما قلنا اذا might هو فعل، هو الفعل الماضي من may. تمام، انا ابغاكم جميعا تحلوا هذا الاكسرسايز can could may might، تحطونهم في الاجابات، تحطونهم عفوا في الفراغات هذه، ترسلونهم لي. شكرا لكم، لا تنسوا المتابعة.